مستشفى النساء في مكة المكرمة الذي سجل 4 حالات ولادة لنساء يؤدين مناسك الحج، وهن 3 أفغانيات وواحدة من باكستان، وجميع المواليد من الذكور. وأنجبت أول حجة في هذا الموسم، وهي أفغانية تبلغ من العمر 33 عاما طفلا أسمته محمد. وأعربت الحاجات عن شكرهن لوزارة الصحة ولمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على الخدمات الفائقة التي قدمت لهن والعناية والإهتمام بهن.